يشرع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ابتداء من اليوم في زيارة عمل إلى اليابان. يوسفي الذي سيكون مرفوقا بوفد اقتصادي هام سيجري عدة مباحثات مع المسؤولين اليابانيين تتمحور حول وضع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكة المتاحة للطرفين، خصوصا في مجالات تصنيع السيارات ولواحقها وقطع الغيار وكذا الصناعات الكيميائية والمنجمية والإلكترونيك والرقمنة. في إطار العملية الكبرى للإسكان، تم بولاية خنشلة تسليم 1240 مقرر استفادة من السكن العمومي الإيجاري و200 إعانة موجهة للبناء الريفي. نور الدين بن عابسة. تعالت بخنشلة الزغاريد مدوية احتفالا بتوزيع السكنات العمومية الإيجارية. الفرحة عمت قلوب 1240 عائلة من المستفيدين من مقررات السكن العمومي الإيجاري، فضلا عن 200 إعانة موجهة للبناء الريفي. فرحنا فرحتين، فرحة نتاع السكن والفرحة نتاع أول نوفمبر في الشهر. رانا استفدنا بسكنات ولباس والمواطنين كل راهم زاهيين ورانا فرحانين أشد الفرح، وتهنينا من الأزمة نتاع السكن نهائيا. وكنا كرايين وكنا نطايش وكنا كذا، والحمد لله رب العالمين كيف رجع لنا بهذه الساعة هذه المباركة إن شاء الله. ليس أحسن من بيت دافئ في عز الشتاء وفي غمرة الاحتفالات بالثورة النوفمبرية. عائلة حيمر استلمت مفاتيح سكنها وقطفت ثمار الاستقلال حتى تنعم بالعيش الكريم وسط الرفاهية. كنا في أزمة الحمد لله وتحلت علينا الأزمة، هذه مدة تاع 9 سنين احنا نستناو، والحمد لله اليوم راهي فرجت إن شاء الله، ونشكر رئيس الجمهورية. إلى حد الآن سلمنا ما يبلغ عن 5000 مفتاح أو شقة، وسوف يصل العدد الإجمالي قبل نهاية السنة بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر إلى 6000 وحدة سكنية، وسوف يستمر هذا المجهود للسنة القادمة بإذن الله. الأحياء السكنية الجديدة بنيت بها المرافق العمومية وهيئت بها فضاءات اللعب والمساحات الخضراء، وورشات البناء مفتوحة لإنجاز ما يقارب 15000 وحدة سكنية، فضلا عن 27000 إعانة للبناء الريفي. دوليا، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران اليوم حيز التنفيذ، والتي تشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف. ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت شراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. إلى ذلك أعلنت واشنطن أن 8 دول تستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من طهران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. صوت 56.4% من الناخبين في كاليدونيا الجديدة لصالح البقاء تحت سيادة فرنسا في هذه الاستشارة الشعبية التي شهدت نسبة مشاركة 80.7% من الناخبين في استفتاء مصيري للحصول على السيادة الكاملة والاستقلال عن فرنسا. في الرياضة، وصل السائقون الجزائريون سيطرتهم على سباق فئة مركبات رباعية الدفع في مرحلته الثالثة من تيميمون إلى أدرار على مسافة 239 كيلومترا لفئتي الدراجات النارية، وهذا بعد تألق الشقيقان بن منصور اللذان احتلا المرتبة الأولى بتوقيت 4 ساعات و58 ثانية، فيما عاد المركز الثاني لحسن عقوف متبوعا بالأخوين الهاشمي وعبد الله دغناتي. أما فئة الدرجات النارية فقد استعاد ريفيرا فيكتور صدارة المرحلة الأولى بعد تفوقه على منافسه عبد القادر مباركي الذي نال المرتبة الثانية متبوعا بسيد علي محمدي ثالثا.
تتواصل بدار الثقافة مولود معمري بولاية تيزي وزو فعالية مهرجان زربية أثهشم في طبعتها التاسعة، التظاهرة التي عرفت مشاركة 30 حرفي وحرفية من مختلف ولايات الوطن، سانحة لتشجيع الحرفيين على العمل والإبداع المتواصلين وكذا الحفاظ على الموروث الثقافي. إلياس بوسنان. تتفنن المرأة بقرية أتهشم في نسج تحفتها المعروفة بأصالتها، تتميز بخفتها وجمال أشكالها وألوانها، تفرش في المسرات والمناسبات، هي زربية أتهشم العريقة. نكوني غزطان أتهشم كتويض نكوني نخدم غزطان رقيق ماشي لاوتلان كنقار لاكروسلان خدمة غزطان رقيق نخدم لي كولور شعشعان لي كل ديسبانني فرح. المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين حرفي نسج الزرابي أمام الصعوبات التي تواجههم في تسويق المنتوج وتوفير المواد الأولية. نشارك داني المهرجان هشام السلعة التقليدية زربيت كل زوج تشارك صافا لاباس على العموم هذه اللي قبل غاشي دي قيمة أزن زيد وصغار شبات الدروس ماذا بنا دولتها تخمم غفنف ونقصدو البون نسوق. كما يهدف المهرجان لتثمين وترقية الزربية ومنعها من الزوال. نكوني لوبجيكتيف النار نكوني نسحبي بير فوزطان نسحبي بير فوق الروجة كيني نسعى إيمي سي نوتر إيدونتيتي وكير إكتمثيلن ليدونتيتي النار. كان أنا يون ثمطوث إكقدشن طاس طاس غاف الزربي ثيكي غاف الزربي ثيكي غان انتمورث من الجزائر إيمي حضرت طاس من الولايات النظام ذي غاني وكان أدنس فيكين في من النار أم زروي النار إي إلى قذغن أنس حبيفر في الناس. مثل هذه الأنشطة والمعارض تعتبر تشجيعا للحرفيين وحفاظا على الزربية كإرث ثقافي ومنتوج سياحي تزخر به بلادنا. وقصد التعريف بالموروث الثقافي والمؤهلات السياحية لكل ولاية نظمت ولاية الوادية الطبعة السادسة للصالون الوطني للسياحة الشبانية. الطبعة المحلية ميزها حضور جمعيات شبانية ودور شباب من 34 ولاية. حمزة ملوح. بالتعاون مع ديوان مؤسسات الشباب ورابطة نشاطات الهواء الطلق نظمت مديرية الشباب والرياضة بولاية الوادي الصالون الوطني للسياحة الشبانية. كاين عرض أزياء تقاليد لباس تقليدي من أطعمة من ألبسة من مختلف النشاطات. عندنا وين العويذنا نسد أماكن تزرام ذاكي ذي الصحراء ذاني لهنا كنا أردنا ويل عويد الناغث أن نبدأ نكون ذوية ونشكر طاسة طاسة في المعارضة يا قردية. نقدم كل الخدمات التي توفرها ولاية مديرية شباب الرياضة للولاية من بيوت شباب لتسهيل الأمور على شباب لديه رغبة في السياحة الشبانية. خدمات بيوت شباب متواجدة 5 بيوت شباب على مستوى الولاية. الطبعة السادسة للصالون شاركت فيها عدة جمعيات شبانية ودور شباب ل34 ولاية أبرزت خلالها الموروث الثقافي بالإضافة إلى التعريف بالمؤهلات السياحية لكل ولاية. الهدف هو من هذا الصالون هو أولا إبراز مجهودات الدولة بصفة عامة ومجهودات الوزارة بصفة خاصة في إنجاز هيكل الإيواء على مستوى الوطني وكذلك المجهودات المبذولة من طرف الدولة والوزارة في تنقلات الشباب. وعلى هامش الحدث الشباني الذي اختير له شعار الجزائر في أحضان مدينة الألف قبة وقبة برمجت خرجات ميدانية للمعالم السياحية التي تزخر بها الولاية. وبالمشهد الثقافي نكون قد وصلنا إلى الختام. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة. فيما يلي حصاد الصحف.